للمزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، مرحبا بك. بداية، لو تطلعنا حول هذه التهديدات الروسية باستهداف الإمدادات الغربية من الأسلحة لكييف. نعم إيمان، أمور عديدة صرح بها نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف، حيث أكد ميدفيديف على أن فرص مواجهة روسيا مع الغرب واندلاع حرب عالمية ثالثة أصبحت مقتضية في الوقت الحالي بسبب الخطوات الغربية الذي يدفع روسيا أكثر إلى المواجهة العسكرية ضده وإلى الحرب العالمية الثالثة. أيضا ميدفيديف أشار إلى أن وصول المدربين البريطانيين الأوكرانية لتدريب الجيش الأوكراني سيضعهم أهداف أمام الجيش الروسي، وأن الجيش الروسي سيعتبرهم ليسوا مرتزقة أجانب إنما مقاتلين بريطانيين على الأراضي الأوكرانية، لذلك هؤلاء المقاتلين سيكونوا من ضمن الأهداف المشروعة للجيش الروسي. أيضا ميدفيديف أشار إلى أن الصواريخ الألمانية في حال تم توريدها إلى القوات الأوكرانية وقامت أوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ ضد الأراضي الروسية أو ضد أي من الأهداف الروسية فإن الجيش الروسي سيستهدف مؤسسات إنتاج هذه الصواريخ. الصواريخ التي أشار إليها ميدفيديف هي صواريخ ألمانية من طراز تروس. تصريحات ميدفيديف وصفها بعض الخبراء بأنها تصريحات خطيرة لربما تشعل فتيل الأزمة والمواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا والغرب. هنا يجب الإشارة إيمان إلى أن التصريحات الروسية خلال الفترة الماضية ولا سيما الأسابيع القليلة الماضية بدأت تلمح إلى إمكانية حصول أو حدوث أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب، وأيضا التصريحات الروسية بدأت تشير إلى أن الخطوات الغربية تخطت الخطوط الحمراء الروسية، وأن الاستهدافات الأوكرانية الأخيرة على أراضي القرم ولا سيما على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في البحر الأسود هي كانت بصاروخ ستورم شادو بريطانيا الصنع، كما أيضا أشارت المعلومات إلى وجود مسيرة أمريكية وأن هذه المسيرة والأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية هي من ساعدت الجيش الأوكراني على استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي. طيب، انتقل معك حسين إلى نقطة أخرى والمتعلقة بهذه الوثائق التي سربت وبتتوقعها وزارة الدفاع البريطانية متعلقة بميزانية الدفاع الروسية. ما مدى دقة هذه الوثائق وهل هناك أي مؤشرات لزيادة الإنفاق الروسي الدفاعي أو العسكري؟ حتى الساعة وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد هذه الوثائق وأيضا لم تنفيها في الجانب الآخر، لكن هذه الميزانية في حال تبنتها الدفاع الروسية أو الحكومة الروسية فهي أمر طبيعي نتيجة أن روسيا الآن في حالة صراع مع الغرب ومع دول حلف الناتو. يجب أيضا أن ننوه إلى الزيارات الأخيرة للقادة الروس لا سيما وزير الدفاع سيرجي شيغو، فإن شيغو زار إحدى أهم مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية ضواحي العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام القليلة الماضية، أيضا ديمتري ميدفيديف يوم أمس، وأيضا اليوم الأول من أمس زار مدينة أستراخان وتم إجراء تجارب على صواريخ عالية الدقة. أيضا ميدفيديف توعد بأن المصانع الروسية ستزيد من إنتاجها العسكري وأن المصانع الروسية لا تتوقف عن زيادة وعن تصنيع الأسلحة العسكرية والذخائر التي يحتاجها الجيش الروسي. بطبيعة الحال رفع الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع الروسية يعتبره الخبراء على أنه أمر طبيعي نتيجة أن روسيا في حالة صراع مع الغرب، لكن هذه الخطوة في حال تبنتها وزارة الدفاع الروسية فهذا الأمر يشير إلى أن الصراع هو طويل الأمد بين روسيا والغرب، وأن إمكانية حصول أي تسوية في المستقبل القريب هي إمكانية مستبعدة تماما نتيجة أن روسيا في حالة رفعت من ميزانية وزارة الدفاع، فهذا يؤكد على أن روسيا تستعد لشيء ما يكون كبير جدا ويكون كارثي على العالم حسب الوصف الروسي وحسب تعبيرات القادة الروس. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك من موسكو، شكرا لك.